السلام عليكم. ايه اللي هيحصل لو زودت الرامات بتاعتك؟ وايه لازم كارت الشاشة؟ هل انت فعلا محتاج كارت شاشة كبيرة عندك في الكمبيوتر؟ النهاردة ان شاء الله هنتعرف على كل مكونات الجهاز وكل مكون منها بيعمل ايه. في البداية السنترال بروسيسنج يونت اللي هو السي بي يو، اختصارا بيراعي البروسيسور، هو اللي بيعمل الوظيفة الرئيسية من الكمبيوتر، وهي الكمبيوتينج او المعالجة او البروسيسنج. الكمبيوتينج او المعالجة او البروسيسنج هي عبارة عن فهم الاوامر اللي موجودة في البرنامج وتنفيذ الأوامر ديت على الـ input data اللي هي المفروض يتنفذ عليها البرنامج ده. الأوامر دي مهما كبرت، زي إن هي تكون تطبيق فلتر على صورة معينة زي البليرنج مثلا، أو تنسيق مجموعة من النصوص، أو إن يكون عندنا مجموعة من بيانات المستخدمين عايزين نعرف مين منهم داين ومدين من اللي عليه فلوس للشركة مثلا، فالأوامر دي في الآخر بيتم تحويلها لأوامر أصغر، هي عبارة عن مجموعة من عمليات الضرب والجمع والقسمة والطرح، بنسميها الأريثماتيك operations أو العمليات الحسابية، أو مجموعة من مقارنات الأعداد ببعضها أو اللوجيك أند أور، والعمليات دي بنسميها اللوجيك operations أو العمليات المنطقية. يبقى البروسيسور أو السي بي يو بيعمل arithmetic and logic operations أو العمليات الحسابية والمنطقية. العمليات دي طبعا هتتم على مجموعة من البيانات اللي هي هتخش للكمبيوتر. طب هتدخل للكمبيوتر ازاي؟ هتدخل للكمبيوتر عن طريق حاجة اسمها الـ Input Devices أو أجهزة الإدخال. الـ Input Devices دي ممكن تكون زي الماوس، الكيبورد، السكانر، الكاميرا، وكل نوع من دول أو كل ديفايس من دول المفروض إن هو بيدخل بيانات في شكل معين، زي النصوص بالنسبة للكيبورد، الصور بالنسبة للكاميرا، السكانر بيدخل صور برضو بس كل واحد بيدخلها في شكل معين. البيانات دي عشان تدخل للكمبيوتر المفروض ان هي هنحتاج ان احنا نخزنها، فهنخزنها في حاجة اسمها الستورج ديفايسز. الستورج ديفايسز دي ممكن تكون انترنال زي الهارد ديسك، او اكسترنال زي الفلاش ميموري، السي دي، وغيرها. البيانات دي بعد ما اتخزنت على الجهاز، احنا البرنامج بقى هيشتغل عليها سواء وهي داخلة من الانبوت ديفايسز او بعد ما اتخزنت على الستورج ديفايسز، عشان نخرج الاوتبوت المطلوب. الاوت ده عشان يطلع هيطلع على حاجه اسمها الاوتبوت ديفايسز. الاوتبوت ديفايسز دي زي الشاشه، البرينتر، السبيكرز، وغيرها. على حسب شكل الاوتبوت هيطلع ازاي هيكون الاوت ديفايس اللي هيستخدم. زي مثلا لو الصوره اللي احنا طبقنا عليها فلتر بليرنج مثلا المفروض انها تظهر على الشاشه، لو حابين نطبعها مثلا هنطبعها على البرينتر. الصوت اللي احنا كنا بنفصله عن الفيديو لو حابين نسمعه تاني هنسمعه على السبيكرز، وهكذا. نقدر نلخص الحاجات اللي احنا قلناها دي ونقول ان الكمبيوتر هو عبارة عن processing device، هيتم ادخال البيانات ليه عن طريق input devices في اشكال مختلفة من البيانات، هيتم عمل معالجة ليها من خلال البروسيسور، ممكن نحتاج لتخزينها على حاجة اسمها storage device، وفي الاخر هنطلع ال information ال process the information على ال output devices زي السكرين وال speakers وال printer. زي ما قلنا، في حاجة لازم نقولها ان البروسيسور يعتبر سريع جدا بالنسبة للستورج ديفايسز، يعني البروسيسور ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا جدا، والهارد ديسك مثلا اللي هو الانترنال او الفلاش ميموري او السي دي لسه عمال بيديله بيانات بشكل بطيء جدا. في الغالب لو البيانات كانت موجودة على الستورج ديفايسز دي والبروسيسور بياخد البيانات اللي هو هينفذ عليها البرنامج، فهيفضل مستني، يعني يعمل عملية ان هو عملية جمع وطرح مثلا على حاجة، ويفضل مستني بقية الأرقام أو البيانات لما تيجي، ممكن ينام طبعا. عشان كده بيسموه البروسيسور في الحالة دي ايدل. ايدل يعني خامل، قاعد ما بيعملش أي حاجة خالص. فلتسريع العملية دي في كومبوننت تاني في الجهاز اسمه الرام، أو بيسموه برضو المين ميموري أو الذاكرة الرئيسية. ايه المين ميموري او الرام دي؟ المفروض ان البيانات اللي هيتم تنفيذ البرنامج عليها دي ناخدها من الستورج ديفايسز اللي هي البطيئه ونحطها في حاجه اسرع وستورج اسرع اللي هو الرامات. الرامات طبعا اسرع من الستورج ديفايسز بس حجمها اصغر، وفيها خاصيه تانية ان هي فولاتايل، يعني متطايره، يعني لو انت فصلت التيار الكهربي، يعني لو الكهرباء قطعت عن الجهاز كل اللي في الرامات هيروح. بتعرف الكلام ده ازاي؟ لو انت كنت شغال على ملف وورد مثلا عمال تكتب فيه وبعد كده الكهرباء قطعت، تيجي تشغل ما تلاقيش اي حاجه من اللي انت كتبتها دي موجوده، لو انت ما كنتش عامل سيف او ما كانش فيه اوتو سيف في الوورد. يبقى الداتا هناخدها من الاستورج ديفايسز نحطها في الرامات، والبروسيسور هيشتغل على الرامات اللي هي اسرع بكتير من الاستورج ديفايسز، بس برضه الرامات بالنسبه للبروسيسور لسه بطيئه قوي. فهنعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجه اسرع من الرامات، وبدل ما البيانات هتروح من الرامات عن طريق حاجه اسمها الباص. الباص ده اللي هو هنحمل فيه البيانات عشان تروح للبروسيسور يشتغل عليها، فبرضه بياخد وقت نقل من الرامات لغاية البروسيسور، فهنعمل حاجة أسرع
وعشان نتلافى الوقت اللي الداتا بتتنقل فيه عن طريق الباص ده، هنروح نحطها جنب البروسيسور على طول. فيبقى عندي ميموري تانية اسمها الكاش ميموري. الكاش ميموري دي جنب البروسيسور، وطبعا بس حجمها اصغر كتير. الحجم بتاعها دايما بتلاقيه بيتقاس بالميجا، يعني مثلا تلاقي البروسيسور الكاش بتاعه 6 ميجا 4 ميجا على حسب انت البروسيسور بتاعك عامل ازاي. طبعا كل ما تكبر كل ما كان احسن. بيحط بقى فيها البيانات اللي هو هيستخدمها كتير قوي، اللي هو كل شوية عايزها كل شوية عايزها. فبدل ما نسيبها في الرامات، لا احنا هناخد الفريكوينت داتا دي نحطها في الكاش، بحيث ان هو كل ما يطلبها يلاقيها جنبه، ما يحتاجش ان هو ياخدها من الرام. طب من اللي احنا قلناه ده نفهم ان لو الرامات زادت ايه اللي هيحصل. لو الرامات زادت هتقدر تشغل برامج تقيلة، برامج بتحتاج تلود حاجات كتيرة جدا جدا جوه الرامة عشان تستخدمها، او محتاجة بيانات كتيرة تكون موجودة في الرامة. فلو عندك برنامج تقيل مثلا زي الماتلاب، زي برامج الفيديو اديتنج، زي الجيمز، في الغالب بتحتاج بيانات كتيرة وحاجات كتيرة تكون موجودة في الرام اثناء تشغيل البرنامج ده. فلو انت عندك رام كبيرة هتقدر تشغل البرنامج ده بسهولة جدا. لو انت عندك رام صغيرة مش هينفع تشغل البرنامج ده بسهولة وبسلاسة. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيحط جزء من البيانات دي في الرام، وهيسيب جزء تاني موجود على الهارد. ولما يجي يحتاج حاجة من اللي على الهارد هيعمل سوابنج، يعني يشيل حتة من اللي موجودة في الرام ويحط مكانها حاجة من اللي موجودة في الهارد. طبعا التعامل مع الهارد ديسك ده بطيء جدا، وهيبطئ البروسيس، وهتلاقي البرنامج بتاعك بيهنج او بيقطع، او اللعبة كأن هي روبوت كده، اللاعب كأنه بيتحرك بشكل بطيء جدا، لان فيه دلوقتي بقى محتاج ان هو يتعامل مع الهارد ديسك، وفي مجموعة بيانات موجودة على الهارد ديسك هو محتاجها. فعملية السوابنج دي بتاخد وقت كبير جدا. لو الرامات برضو واسعة ممكن نشغل أكتر من برنامج جنب بعض، يعني ممكن تشغل ساوند تراك مع البراوزر، مع الجيم اللي انت شغال عليها، مع أي برامج تانية كتيرة. البرامج ديت هتقدر تكون موجودة كلها في نفس الوقت على الرامة لو هي كبيرة. الكاشات لو هي كبيرة دي هتسرع عمل البروسيسور، لأن هيقدر يحط فيها حاجات أكبر، وبالتالي البيانات اللي بيحتاجها بشكل فريكونت هيقدر ياخدها من الكاشات دي، مش هيحتاج يرجع للرامة اللي هي برضو أبطأ من الكاشات. امال ايه كارت الشاشة بقى ده، وبنحتاجه في ايه، وهيعمل ايه؟ ما احنا دلوقتي السايكل تقريبا كاملة. دلوقتي بيانات هتخش عن طريق الانبوت ديفايسز، تتخزن في الاستورج ديفايسز، لما البرنامج يشغلها او يحتاجها هنحطها في الرامة، البروسيسور يشتغل عليها يعمل لها بروسيسنج، وهنخرجها على الاوتبوت ديفايسز. فين الكارت الشاشة ده محتاجينه في ايه؟ كارت الشاشة ده هو ايه اصلا، عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بروسيسور، بس البروسيسور بيعمل معالجة للبيانات بشكل بارالل. يعني البروسيسور العادي اللي البروسيسور بتاعنا هو بياخد البيانات ويشتغل عليها واحدة ورا التانية، واحدة ورا التانية، واحدة ورا التانية، إلا لو كان فيه أكتر من كور طبعا. بينما كارت الشاشة ديزايند بحيث، يعني مصمم بحيث إن هو يشتغل على أكتر من عملية في نفس الوقت، يشتغل بارالل. في هنتخيل إن في بروسيسورز صغيرين كده بس إمكانياتهم بسيطة، بيبدأوا يشتغلوا بشكل متوازي. فده بيساعد ان الحاجات اللي فيها كومبيوتيشنز ممكن تحصل لها باراليزيشن، يعني تشتغل بشكل متوازي، تتطبق على الجي بي يو اللي هو كارت الشاشة بشكل افضل بكتير جدا من البروسيسور. عشان كده كارت الشاشة بيستخدم في الالعاب، لانه في الالعاب بيبقى محتاج يعمل حسابات كتيرة جدا عشان يرسم رسمة معينة او يحركها من مكان لمكان. فالحسابات دي بيتم توزيعها على الجي بي يو والبروسيسورز الصغيرة اللي احنا قلنا عليها دي، بحيث ان هو يقدر يعمل كل مهمة صغيرة من دي في نفس الوقت مع بعض، وبالتالي السرعة بتكون اكبر من سرعة البروسيسور. بس كارت الشاشة لما بنيجي نشوف امكانياته، في الغالب بتلاقي ان هو بيقول لك مثلا 4 جيجا، 2 جيجا، 6 جيجا. ايه الكلام، ايه الجيجا دي؟ الجيجا دي هي ميموري داخلية جوه الجي بي يو، عشان بيستخدمها عشان يخزن برضه البيانات اللي هو هيشتغل عليها. كل ما كبرت كل ما كان احسن، كل ما مش هيحتاج يروح للستورج ديفايسز كتير اللي هو الهارد ديسك، وبالتالي هيكون اسرع. بس اهم حاجة في الجي بي يو مش سعة الميموري بتاعته، اهم حاجة هو قدرته على المعالجة قد ايه. يعني لو انت بتستخدم مثلا كارت انفيديا، فانفيديا عندها اجيال من الكروت الشاشة، في عندك جي تي اكس مثلا 940، 960، 970، 980، 10، 20، 40، 60، 10، 70، 10، 80. كل ما بتعلى كل ما البروسيسنج نفسه بتاع الكارت الشاشة ده بيكون اعلى، يعني الكمبيوتنج باور بتاعته بتكون اعلى. هو ده اهم حاجة واهم عامل في كارت الشاشة، بيفرق كارت الشاشة عن التاني، وبيغلي سعره او بيرخصه عن التاني. عشان كده الالعاب بتلاقيها محتاجة كارت شاشة بامكانيات اعلى، معنى كده ان هو محتاج كومبيوتنج باور اعلى، ممكن يكون محتاج رامات
الداخليه اللي هي السعه ديت بشكل اعلى، بس اهم حاجه البروسيسنج باور بتاعته تكون كبيره. دلوقتي بناء على استخدامك تقدر تحدد هل انت محتاج رامه كبيره او صغيره، وبناء على نوع البرامج اللي انت بتستخدمها عددها بتحتاج تستخدم برامج كتير في نفس الوقت. هل انت البرامج اللي بتستخدمها دي فيها برامج معتمدة على الجرافيكس او الجيمينج، او بتستخدم حاجه زي الديب ليرنينج مثلا، فهتستخدم الجي بي يو بشكل من الاشكال، فانت محتاج جي بي يو كويس وامكانياته عاليه ولا لا، وبالتالي دلوقتي تقدر تحدد امكانيات الجهاز بتاعك بسهوله جدا وتختار الجهاز الانسب ليك من غير ما تدفع فلوس زياده في حاجه انت مش هتستخدمها. في النهايه اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قلناها النهارده. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.